إذا كان الأسير كافرا وهو الأصل، لأن القتال الأصل لا يكون بين المسلمين، وإنما الأصل في القتال أن يكون بين المسلمين وبين الكفار، سواء جهاد الدفع عندما يهجم علينا الكفار أو جهاد الطلب عندما نهاجمهم نحن، فيكون هناك أسرى من الكفار. هؤلاء الأسرى، أسرى الكفار، ذكر أهل العلم بناء على ما جاء في الكتاب والسنة أن لقائد الجيش أو الأمير له أربعة أحوال معهم جاءت فيها النصوص. قال الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء، فذكر الله المن وذكر الفداء. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لأجل أن يثخن في الأرض، وهذا القتل ذكر. وبقي الاستعباد وهو الذي وقع من حال المسلمين، حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يعني كان هناك أسرى فصاروا عبيدا واعتقوا بعدا، منهم صفية أم المؤمنين كانت من الأسرى، أخذت من السبي رضي الله عنها وصارت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها وجال عتقها مهرها وتزوجها صلاة ربي وسلامه عليه. إذا الأسير الكافر له أربعة أحوال: إما أن يقتل، خاصة إذا كان يعني يؤذي المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، أهدر دمع بعض الكفار، قال: وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، منهم عبد العزة بن خطل، منهم الجاريتان كانت تسب النبي، تهجان النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بقتلهم، عكرمة بن أبي جهل، فهؤلاء يقال لهم إيش؟ وإن أسروا يقتلون، هذا نوع من الأسرى، أنه يقتلون مباشرة. هناك أسرى يعني القائد ممكن يستعبدهم، يصيرون عبيدا، إذا كانوا رجال عبيدا النساء إماء والسبي، وهو قول الله تبارك وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين ما يكون إلا في القتال، يأتون من سبي القتال. الحالة الثالثة أن القائد أو الحاكم أن يهبهم بدون مقابل، يسامحهم كما قال الله تبارك، فإما من بعد وإما فداء، أن يمن عليهم بدون مقابل، كما حدث مع ثمامة بن أثال لما ربط في المسجد، فكان النبي يدخل عليه كل يوم: كيف أنت يا ثمامة؟ ما تقول يا ثمامة؟ قال: إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. واستمر هكذا، ثم بعدك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر: لو جاءني المطعم ابن عدي في هؤلاء لأهبتهم له. فهذا من أن يمن القائد على الأسرى يسامحهم: ارجعوا لأهليكم. هذا من. الحالة الرابعة الفداء، أن يمن عليهم بمقابل، يدفعون مالا، يصنعون شيئا، يقول: ابنوا لهذا البيت وروحوا لهلكم مثلا، أو ادفعوا هذا المال واذهبوا، وهذا الفداء، أن يفتدوا. وهذا الذي فعله النبي في أسرى بدر، أنه طلب منهم الفداء لما استشار النبي الصحابة رضي الله عنهم، استشار أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فأشاروا بعضهم أشار بالقتل وبعضهم أشار بالفداء، واختار النبي الفداء صلى الله عليه وسلم، فداهم، فدوا أنفسهم عفوا. فإذا أربعة أحوال بالنسبة للأسير الكافر يعامل بها، وكلها جائزة، وترجع إلى تقدير القائد أو الإمام، هو الذي يقدر، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، هو يقدر بما فيه مصلحة المسلمين، ليست هوى، وإنما ما فيه مصلحة المسلمين.